وهروح لسيادة النائبة وفكرة أنا بقول دكتور هانيا كانت مختلفة شوية وده الطبيعي في الحوار الوطني بتقول إن إحنا ما نقدرش نقول إن القضية السكانية مثلا متشابكة يعني هي على حد قولها يعني قالت ما تبقاش شماعة مثلا في التعليم لكن هو القضية السكانية مش بس مؤثرة في التعليم مؤثرة في الاقتصاد المصري عبء على الحكومة بالزيادة إذا كان الزيادة الطردية لزيادة العدد السكان أسرع وأكبر من زيادة الناتج المحلي ما أثر بشكل كبير. أنا بس سؤالي اللي دايما بسأله ربط ده إنه إزاي المواطن يحس هو كمان إنه عامل في ده ما يبقاش هو بعد كده يقع في مشكلة ويقول أنا عندي 4 أنا عندي 5 وأنا مش عارف أعمل حاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وهي دايرة إنه العدد الكبير بيأثر على الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد هيأثر عليك لو أنت عددك كبير. الرابطة دي هل بيتم مناقشتها وإن كان بالتأكيد بيتم مناقشتها في مجلس النواب في مجلس الشيوخ والحوار الوطني ممكن تكون مختلفة إزاي؟ هو طبعا ما فيش شك العلاقة عكسية يعني مع بعض يعني القضية السكانية بتؤثر في حالة المواطن سواء الفقر أو البطالة أو الصحة أو أيا كان التعليم وهكذا وكذلك تدني هذه الخدمات أيضا بيؤثر في القضية السكانية إزاي؟ لأن المشكلة السكانية أصلا هي اختلال التوازن ما بين الزيادة السكانية والنمو السكاني والموارد الطبيعية والاقتصادية للدولة ما فيش تكافؤ مهما عملت تنمية مستدامة هي مستنزفة في زيادة سكانية وبالتالي نصيب الفرد بيقل مع هذه الزيادة السكانية وبتهدر كل جهود التنمية مهما كانت متسارعة وجادة لكن بتبقى مشتتة ما بين عدد أكبر من الأفراد. التعليم أكيد له علاقة لأن لو قلنا كذا نقطة سريعة هنقول أن المرأة المتعلمة تنجب عدد أقل من الأطفال وتكون حريصة على أن هي والزوج أيضا تكون حريصة على أن تعلم أطفالها وتحرص على تماسك الأسرة أيضا التعليم ينمي من حالة يحسن حالة المواطن ففي الحقيقة التعليم مرتبط أكيد والصحة مرتبطة وكل القضايا تمكين المرأة مرتبط. أنا لما أشتغل في القضية السكانية ومفروض هو بالمناسبة بس أنا أحب أقول إن إحنا في مجلس الشيوخ قدمنا دراسة كان ليا الشرف أني أنا قمت بيها واترفعت إلى فخامة رئيس الجمهورية عن القضية السكانية وكان بالتعاون مع لجنة الصحة ولجنة التضامن الاجتماعي ولكن أنا عايز أقول إن أنا عندي 3 محاور أساسية. أولا هو تنظيم الأسرة ده محور واحد من 3. تاني حاجة تحسين الحالة المعيشية وده الدولة بتشتغل عليه بشكل كبير في حياة كريمة وتكافؤ الكرامة والدعم وكل ده ونأتي للنقطة الأخيرة هي إن الناس تبقى عندها وعي ودي أهم محور برضو من المحاور اللي لازم نشتغل عليه لأن الإنسان لو عندوش وعي مش بس بالمشكلة السكانية بكل جهود الدولة وكل الإنجازات اللي بتحققها الدولة هو بيهدرها بعدم دراية. فتنظيم الأسرة دي متعلقة طبعا بالصحة متعلقة بالتعليم متعلقة بتمكين المرأة المشروعات الصغيرة تحسين حالة المواطن مقاومة البطالة التأكيد أيضا على حياة كريمة مستقرة. الدولة عملت تنمية للأسرة يعني في سياسة وضعتها وزارة التخطيط خطة استراتيجية لتنمية الأسرة النهاردة ما بقاش نتكلم عن تنظيم الأسرة احنا عايزين ننمي حالة الأسرة كلها زوج وزوجة وأولاد نرتفع بمستواهم العلمي مستواهم الاقتصادي الثقافي وما إلى ذلك فهي مترابطة تماما القضية السكانية بكل مؤسسات الدولة ولما تشتغل يعني المجلس القومي للسكان هو بيتبع النهاردة وزارة الصحة أفضل العهود للمجلس القومي للسكان كانت حينما خضعت أو كانت تتبع لرئيس الجمهورية مباشرة ثم لرئيس مجلس الوزراء صحيح هم المشكلة يعني هيبقى عندهم زخم من المشكلات اللي بيتناولوها والقضايا اللي بيحلوها بس فعلا أخذت شكل الجدية الكاملة والتجارب المجتمعية في دول أخرى بتؤكد أن دور الدولة مهم جدا طبعا. يعني في دول اعتمدت على أنها نخلف طفل واحد بس وأخذت قرارات صارمة في هذا الصدد إن